والآن هذا البرنامج تقدمه لكم ماما. ما كاين غير ماما اللي تعرف لها. استمتعوا بهذا البرنامج مع منتجات جاريدو. جاريدو تاكلوا تزيدوا. اليوم حكايتنا راح تكون عن لبنان، بلد السلام، بلد الأمن، بلد التعايش بين الديانات. راح نكتشف وصفات مختلفة، لأنه الوصفات اللبنانية فعلاً درناها وبزاف وشفناها بزاف، يعني ما شاء الله لبنان مع أنه بلد صغير لكن سافر بالطبخ متاعه لكل العالم. مثل كذلك يجب أن نحتذى به. راح نشوفه وصفات لبنانية اليوم، وصفرتنا راح تكون لبنان. مقلوبة. المقلوبة وصفة من المشرق، يعني نسيبوها في لبنان، نسيبوها في سوريا، نسيبوها في الأردن، نسيبوها في فلسطين، نسيبوها في هذا البلدان. هنا راح نديروا مقلوبة بالك، لأنه شفنا مقلوبات مع بعض، شفتوا مقلوبات كذلك في سفاري ومع أصدقائي ومع زملائي هنا في القناة. اليوم راح نشوفوا مقلوبة أنا نحبها بزاف، لأن نشوفها مغذية، نشوفها جميلة، نشوفها بنينة، ونشوفها مختلفة على المقلوبات اللي كنا ممكن نشوفوها. المقلوبة ما راحت، لأنه في الأصل المقلوبة تطيب في معون واحد، وهذيك المقلوبة يعني تنقلب، يعني كي شو ما طيبتيها تنقلب. احنا راح نطيبوا كل شيء على حدة، ومن بعد راح نديروا لها مونتاج، راح نقلبوها. اوب، باش راح نبدي بالأرز. هنا فيه 3 خطوات. بسم الله. عندي زيت زيتون، ونحكوا على مقادير المقلوبة اللي راح نشوفوها اليوم. تمام، هنا عندي كبد. المقلوبة تاعنا راح تكون بكبد الدجاج، درنا به وصفات كثيرة، وهذه الوصفة راح تعجبكم كذلك كثير. عندنا كبد الدجاج، عندنا بصل، هذا البصل راح يتقسم على زوج، نصف الكمية راح تروح للكبد، ونصف الكمية راح تروح باش نطيبوا بها الأرز. وعندي خضر مشكلة، خضر هنا عندي بصل، عندي جزر، عندي كوسة والقرعة، وعندي لفت مقطعين دق، هما كذلك راح نطيبهم وحدهم، وراح ننكاهم بالرند، ونهكه كذلك الروز نتاعي بالرند. عندي كذلك قرفة، لأنه الروز نتاعي راح يكون نكهة بالقرفة. بالك تفكرت وصفة جزائرية كنا درناها مع بعض، منكهة بالقرفة، كنا درنا ليكوتلات مع الخضر مشكلة، وكنا درنا فيها كذلك قرفة. هنا الزيت عندي سخن، راح ندير نصف الكمية نتاع البصل نتاعي، راح نديرها فيه، راح نقليه، وراح نقلي معاه الأرز. هذا الأرز من الأفضل يكونوا منقعينه من قبل في الماء، يتنقع عدة ساعات حتى اللون تاعه راح يتغير، ونطيبوه. فكرة واحدة أخرى باش يجيك الروز ملون بشكل جميل، أنك تنقيه في الماء فيه الكركم لعدة ساعات. هذاك الأرز نتاعك راح ياخذ ليجر كولور ناكري نتاع الكركم، يعني يجي واحد الصفورية شابه بزاف، ويجيك يعني الشكل تاعو يجي باهي، وحتى يجي مفرز، يعني الفت اللي تنقعيه في الماء يعطيك روز مفرز. انا هنا ما درتهاش، معليش راح نصوتي هذه الخطوه، لكن راح نحكي لك عليها. المهم هنا عندي البصل تقلى، راح ندير الروز نقليه، فنقليه je le fais revenir مع البصل jusqu'à ce qu'il devient translucide. هنا واش راح نضيف له؟ راح نضيف له عيدان قرفة، راح ندير له ملح، فلفل أسود، وراح ندير له كذلك الرند اللي راح ينكهو. هذه أول خطوة اللي تاخذ بالك شوية وقت. عاود الخطوة الثانية والخطوتين اللي باقيين. عندنا الخضر ثاني جو في لي سوتي وحدهم، والكبده ثاني جو في لا سوتي وحدها، باش من بعد ندير ان مونتاج بيناتهم. هنا ندير ملح، فلفل اسود، ندير لها حتى الكركم. بتكون من الافضل كي يكون على وسع الكركم نديره يتنقع مع الماء، هنا ما درتوش من قبل، معليش راح ندير لها كركم درك. كركم ما كانش الوصفه الاصليه، انا درتها
اوكي. ونخلط. نزيد له شويه ملح لانه ما درتليش بزاف. ومن بعد راح نغطيه بالماء ونخليه يطيب بيسون بيلاف. كي يتشرب النكهات وحتى يدوفيان ان بو ترانسلوسيد كيما هاك اللي شويه يبان من خلاله، راح نضيف له الماء ونخليه يطيب. خلوه يطيب في خاطره. هذا الشكل. اوكي. هذه الطريقة. وهنا خلوه هنا يطيب. اوكي. ونرجع. الخطوة اللي موراها واش راح ندير؟ راح ناخذ الكبدة نقليها نطيبها، ومن بعد هذيك في هذيك لاكوكوت ومن بعد نقلعها، وهذيك الاستونسي اللي طيبت فيه هو اللي نطيب فيه الخضرة، باش الخضرة تاخذ لي تاني البنة تاع الكبدة. بصح ما نخلطهمش، علاش؟ لسببين. السبب الأول باش الكبدة تاعي ما تخسرش وما يتغيرش الشكل تاعها، تقعد شادة الشكل تاعها، أول شيء. وتاني شيء باش تاني الخضر تاعي تاخذ البنة نتاع الكبدة. هنا كانت باقيت لنا كمية من البصل، راح نقليوها. ومن بعد ناخذوا كبدة راح نقليوها كذلك معها ملح فلفل أسود. الوقت اللي تتقلى راح نضيف له شويه قرفه غبره. درت له قرفه عود، راح نضيف له شويه قرفه غبره. ونخليه يطيب. يدخلها شويه طياب البصله، راح نضيف لها الكبده. الكبده انا نخليها شرائح بهذا الشكل لان التقديم تاعها راح يكون بهذا الشكل. هنا ملح فلفل اسود. ملح فلفل اسود. ونطيبها. هنا طابت الكبده، راح نمزحها وراح نطيب اخر مرحله. هنا اخر مرحله ما ننساوش بلي الرز راه عاد يطيب. راح ناخذ الكبده نمزحها وكما قلت لكم باش الخضره نتاعي تاخذ البنه تاع الكبده. بلا الكبده ما تخسر يخسر الشكل نتاعها، ونقدر نقدمها من فوق. راح تشوفوا المونتاج كيفاش راح نديروه. راح نطيب في نفس المقله. هنا راح نضيف زيت الزيتون، وهنا راح ندير الخضره تاعي تتقلى. البصله في الاول كما قلت لكم باش تاخذ لي نكهات نتاع الكبده اللي راها في المقلات. راح نضيف لها بعدين الجزر، نضيف لها اللفت، واخر شيء الكوسه ولا القرعه لاننا عارفين انها تطيب بالخف. هنا نضيف الجزر، نضيف معه اللفت، مقطعين صغار اون بوينواز، ونخلطوا
يدخلهم طياب شوي. راح نملح ملح فلفل اسود، ملح فلفل اسود، الرز نتاعنا. اوب شوفي الى خصو ها راح يطيب في الماء نتاعو. ما نحركوش بزاف، نشوف اللي راه تمام ونخليه. ممكن تكملي له كذلك الطياب نتاعو في الفرن، يعني ديروا له بابي كويسون وتخليه يكمل الطياب نتاعو في الفرن. هنا راح تطيب لي هنا دخلها نص طياب، وراح نضيف لها كذلك الكوسه. درت لها كذلك شويه رن، راني دايره ملح وفلفل اسود. هنا راح نضيف لها القرعه والكابويه ثاني كما نعيطوها في الغرب، وخلوها تطيب. دوك هنا ثلاث خطوات نتاعي، الكبده راه عندي واجده، الخضره تاعي راح تكمل طيابها كيما الرز نتاعي راح يكمل طيابه. راح نطلعوا فاصل باش نشوفوا ليالي لبنان التحليه اللي راح نشوفوها اليوم، ونكملوا من بعد المونتاج نتاع مقلوبه الارز بالخضر كبد الدجاج. تحليلنا راح تكون ليالي لبنان، وصفه بسيطه واقتصاديه وبنينه. عندنا هنا زوج كوب حليب، نص كوب كريمه طازجه، عندي 3 معالق سكر، راح يكون فيها 3 معالق عسل، راح يكون فيها كذلك 3 معالق سميد اللي راح نحمصوهم راح يعطيهم بنه شابه. وعندي كذلك شويه فستق، ماء الزهر اكيد حكينا عليه. وعندنا فواكه جافه، الفواكه الجافه على حسب ما حضر لك لانها راح تكون للتزيين وتعطي لها كذلك بنه. هنا واش راح ناخذ؟ راح ناخذ هنا راح نحط سميد باش نحمصه. لفات لي نحمصوا السميد يعطي بنه لذيذه لهذا التحليه. هنا بالنسبه لا كريم نتاعنا واش فيها؟ قلنا فيها الحليب، فيها زوج كيسان حليب، فيها نصف كاس كريمه طازجه، 3 معالق سكر، و 3 معالق عسل. خلطوهم مع بعض هو تاني راح يحلي هنا اكثر. 2 3 العسل صديقنا في رمضان، يعني ما يخطاناش. وراح ندير كذلك شوكولا بيضاء. هاد الديسير فيه الشوكولا البيضاء، في 100 غرام شوكولا بيضاء. كي يتحمص راح نضيفه للخليط. هنا قلنا عندي ناخد 100 غرام شوكولا بيضاء، تحلية لذيذة جدا وبسيطة وسهلة واقتصادية. الفواكه الجافة بتبغي تكتفي غير بالمشماش ديري غير المشماش، تبغي تكتفي غير بهاد لي سوريز كتفي غير بيهم، يعني ما فيش مشكل. قطعت تقريبا 100 غرام. انا راح نقطعها. باش نضيفها للكريمه اللي عندي. راح نديرو منها جهتي باش نحمصه.
بسرعه نقلب بيناتهم باش نحمصه، وراح نضيفه للمزيج نتاعي. انا الشيء اللي يعجبني في الطبخ اللبناني لا فريشور نتاعو، يعني الفات اللي في بزاف خضره ياكلوها نيه في السلطات نتاعهم، ولا كان اشياء ممكن ياكلوها في الفطور الصباح، ولا اللي ممكن ترافق حتى اللحوم نتاعهم، لذلك يعني تستفادي منها اكيد بكل المنافع نتاعها. ما راح يتقلى باش نضيفه من بعد، هو اللي راح يثقل لي وراح يدير لي هذيك تقلي الخلطه نتاعي نتاع الحليب اللي راه معها كريمه طازجه، معها سكر، معها عسل. عندي ماء الزهر راح نضيفه من بعد، بدي يتحمر غير شويه راح نضيفه. وغادي نحمصه كما نحمصوا الطمينه، برك نطيبه كما نطيبه. شفتوا كاين واحد الطمينه بيضاء غير نحمروا فيها، ولا طمينه السميد غير نحمروا فيها شوي، يعني ماشي نحمروا فيها، نشفوا فيها داك السميد ما يحمرش تماما. هنا صحي كفا، راح ناخذ انفوي كي ونحرك مباشره باش يمتزج الخليط، هو اللي راح يتقل لي الكريمه نتاعي. وغير شويه ديال التقالي راح نضيف لها الشوكولا البيضاء، راح تذوب فيها الحراره اللي عندي في الكريمه هذه. كل ما نفرغ الكل في مول الشكل، نعطي له الشكل اللي نحبه. هنا عندي تشكيلة فواكه جافة، أنا عندي كيوي مجفف، عندي سوريز مجففة، عندي كذلك مشمش وعينة، هما اللي راح نحطهم في القاع، وراح من بعد نحط ندفق عليهم هاد الكريمة. لذيذة كما قلت لكم، بسيطة اقتصادية، واني ماشي نخلط حتى تعقد. هذاك السميد اللي قلت لكم كنا حمصناه شوي هو اللي يعطيها بالنشابة. وهنا راح نضيفوا لها الشوكولا البيضاء اللي كنا قطعناه. تحفة، ونخلوها تذوب معاها، راح تعطيها بنة جميلة. هنا راه قريب تكمل الطياب نتاعها، واش ندير؟ راح نضيف لها ماء الزهر اللي راح ينكعها في اخر شيء. دائما نقولوا بلي ماء الزهر نضيفوه اخر شيء باش تبقى النكهه تاعو ثابته وما تتبخرش. ناخذ ماء الزهر، نزيد نخلط. انا هنا راح نطفي عليها. واش راح ندير؟ راح نجيب فيلم اليمونتير. هنا الكريمه نتاعي، هذه الكريمه ضروري انها تتحط في الثلاجه وتبرد. هنا باش تتحط وتبرد واش راح نديرو؟ راح نحط بابي الومنيوم ولا بابي كويسون، اوكي. راح نحط فوقها فيلم اليمونتير، نحط فوقها المول، اي مول يكون عندك ما كاش مشكل. نلف مليح بهذا الشكل، نغطي عليه. هالطريقه راح تسمح لي انه ما يسيحليش اول شيء، وثاني شيء انه كي نقلعوا من المول تاعو ينقلع بسهوله بهذه الطريقه. وراح نحط الفواكه الجافه تاعي اللي ممكن نكون درتها في الماء، لكن هنا بما انه راح ندير لها حاجه ميه راح تمليها. كون درتها في الماء وتكون نقعتها وبصح قطرتها مليح. ندير كذلك البيستاش، ندير اي فواكه جافه عندك ما كاش مشكل، حطيها باي طريقه حبيتي ما كاش مشكل. هنا كذلك عندي الاناناس، نحطها بهذا الشكل،
عندك تحت يدك، عندك غير المشماش ديري غير المشماش ما كاش مشكل، قطعيه ولا حطيه حب، المهم يعني غنيها بالألوان، الألوان اللي عندك. أوكي؟ بهذه الطريقة. تمام. نديرها ثاني شوية بيستاش، هنا واش راح نديرو؟ راح ناخذ الخليط اللي عندي وراح نفرغه هنا. بكل بساطة، شفتوا بلي الوصفة ما تاخذش وقت بزاف، راح تشوفوا بلي لذيذة اقتصادية، لأنه كنت تحطي لها ممكن تحطي لها غير المشماش ولا اللي عندك، يعني تجيك اقتصادية، أنت ماشي مضطرة تحطي البيستاش، لأنه في لي ديسير نتاع لبنان يديروا الفستق الحلبي يخدموا به بزاف. وهنا نحط كريمة السميد والشوكولا البيضاء ونحاول أم من بعضها. على الطريقة. وهذه راح نديها للثلاجة تبرد. حتى تفهم رسالة الحياة عليك أن تتمهل قراءتها لكي تفهم وتستوعب. فإن أنت ألقيت اللوم على الآخرين فأنت لم تفهم، وإن أنت جلدت نفسك فأنت لم تفهم، وإن أنت أهملت الرسالة رسالة الحياة فيمكن أن تتكرر، يمكن أن تتكرر نفس الأخطاء. مسائل الحياة راه هنا لكي تفهم نفسك ولكي تفهم الحياة نفسها. حكايتنا اليوم وحكاوينا اليوم كانوا على لبنان. زرنا لبنان، واش زرنا لبنان وطبق شهي وكامل متكامل. شفنا الأرز، كبد الدجاج بالأرز والخضر، طبق اقتصادي وبنين ولذيذ في نفس الوقت. تحليتنا كانت ليالي لبنان. أنا لم أزور لبنان بعد، لكن أتمنى نزورها من كثر ما سمعت عليها وما سمعت على شعبها ورقي شعبها والسماحة اللي نصيبوها تماك، خصوصا بين الأديان والتعايش بين كل الأديان. ليالي لبنان كانت تحليتنا اليوم، إن شاء الله يا ربي وصفاتنا يكونوا عجبوكم. تهلاو لي فرواحكم، لقاء جديد وحلقة جديدة مع شهرزاد ولمسات شهرزاد على سميرتي. تابعتم هذا البرنامج برعاية منتجات جاريدو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماما. مكاين غير ماما اللي تعرف لها.